اهلا ومرحبا بكم في احوال طقس يوم غد السبت. غتكون مرور سحب منخفضه كثيفه نوعا ما مصحوبه بكثر من الضباب بالقرب من السواحل خلال الصباح والليله القادمه في بعض المناطق، كما ستمر سحب باقصى جنوب البلاد تقدر تعطي بعض القطرات المطريه المتفرقه محليا، الى جانب تشكل سحب نسبيا مضطربه بمرتفعات الاطلس من المحتمل ان تكون مصحوبه ببعض القطرات المطريه وسحب من الاجواء العليا، فيما ستكون السماء مشمسه بباقي المناطق. الان خليكم مع درجات الحراره. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 19 درجة مسجلة، 15 درجة في مدينة وجدة، 16 درجة في مدينة فاس، 15 درجة مسجلة في مدينة الرباط، 19 درجة في مدينة الدار البيضاء، 17 درجة في مكناس، 18 درجة في مدينة مراكش، 17 درجة في مدينة أكادير و 23 درجة مسجلة في كل من مدينة العيون والداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.